القافلة الطبية لمكافحة أمراض العيون التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي بمدينة بونغور حاضرة مايوكبي شرق، أنهت هذه القافلة عملها اليوم بعد إجراء المئات من العمليات الجراحية فضلا عن الآلاف من الاستشارات الطبية. مناسبة الختام ترأس حاكم الإقليم رمضان إردبو آدم حسن المكة. ما انفكت القافلة الطبية لمكافحة أمراض العمى بمدينة بونغور تلد عجائبها وتسرد قصصها التي لولا المبالغة لقلنا أنها كأساطير ألف ليلة وليلة، ولكنها واقعية، إلا أنها اختزلت البعد الأسطوري للحكايات القديمة فقط. منزو جاكوبي وفونسومنا كانو توأمين ربط بينهما رحم المعاناة، الاثنين بعمر العاشرة جمعهما في هذا المكان رابط واحد، وهو أن كليهما لا يرى منذ الولادة، فقد اجتمعا على محض الصدفة في هذا المكان. وقديما قيل أن المصيبة تجمع المصابين، وهكذا قد التقيا بغرفة العمليات، وها هم اليوم بنعمة من الله يبصران. ما يقارب 5000 استشارة طبية متخصصة في طب العيون لفائدة المرضى، أجريت منها حوالي 450 عملية، وهي الحد الأقصى للعمليات في القافلة الطبية، بينما تدفقت أعداد جموع الناس لتفوق الهدف المحدود. وعلى الرغم من النهاية، بدأ سطر البداية للجموع المتبقية بقافلة طوعية لبى نداؤها الدكتور جبرين دردي المنسق النائب للبرنامج الوطني لمكافحة العمى، الذي جاء طوعا لخدمة المحتاجين ودعم الفريق الطبي. يعني جاءوا الأطباء لأربعين 400 عملية، ولكن الآن تقريبا أكثر من 600 كاتراكت ليجيو. طبعا نحن كوزارة يعني نحاول نكمل الباقي. اليوم ما شاء الله تقريبا آخر يوم، هم تقريبا الآن عندهم 360 أنجزوا، وباقي لهم 40 حالة. كان كملوا 40 حالة، ده تقريبا يبقى 200 حالة. والناس مساكين جو من كل أماكن، جو من هلال برا هنا بنغور، والحمد لله يعني الوزارة الصحة تشيل مسؤوليتها. كمرور الكرام ذهبت أيام القافلة لتطوي معها الصعب والسهل في رحلة جميلة لخدمة الخير والغير. حقيقة هذا المخيم يعني الحمد لله تجاوزت الكشوفات فيه حسب تقديراتنا 4500 مريض، وبفضل الله عز وجل في هذا اليوم الرابع للعمليات والخامس للمخيم، إن شاء الله عز وجل يعني نجري بحول الله عز وجل أكثر من 400 عملية إن شاء الله عز وجل. حاكم إقليم مايوكي بشرق رمضان إردبو هو أيضا لم يتوانى في تشجيع الأطباء، حيث بادر بتسجيل زيارة خاصة إلى مستشفى بنغور الإقليمي للوقوف على حالة مرضى العيون الذين أجرت لهم عمليات العيون، وكذا غرفة العمليات، وتثمين جهود الأطباء. جيتم المعاونين مع سيدة البلاد مؤسسة القلب الكبير، إذن ده شيء مهم جدا. اليوم جيتم هنا عالجتم آلاف من المرضى في كاتراك، وأنا جاهزكم. ووسط كل هذا تختلج الحنايا لتعبر عن أبعاد إنسانيتنا في زمن تناقضت فيه مفاهيم الإنسانية. وكم هو جميل حين يضحي إنسان من أجل سعادة إنسان آخر، تكون الحياة فعلا أفضل.